بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة ثلاثة أثلاث، الطهور ثلث، والركوع ثلث، والسجود ثلث، فمن أداها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله، ومن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. رواه البزار. وقال الحافظ: إسناده حسن. وعن حريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا، فجلست إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته. قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وهذه أحاديث أخرى صحيحة يذكرها الحافظ المنذري رحمه الله في الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود، منها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا في مسند البزار، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة ثلاثة أثلاث، يعني قسمت الصلاة ثلاث أثلاث، الطهور ثلث، والطهور شرط لصحة الصلاة، من غير طهور ما فيش صلاة، والركوع ثلث، والسجود ثلث، كأنه مبناها على ذلك. القيام تقوم وتقرأ فاتحة الكتاب وتقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم تركع. يمكن الإنسان يحسن في القيام ويقرأ، وإذا ركع ما أدركش من الركوع إلا الشيء اليسير، ويسرع في الركوع ويرفع، يقول لك: لا خد بالك، الركوع ثلث الصلاة، الركوع السجود كذلك ثلث الصلاة. فإذا ضيع الإنسان الركوع والسجود ضيع ثلثين الصلاة، ضيع ثلثين الصلاة، يبقى هنا الثلث كثير، فكيف بالثلثين؟ فضاعت صلاته بذلك. قال: فمن أداها بحقها قبلت منه. أدى الصلاة بحقها، بحقها الطهور قبلها الوضوء أو الاغتسال إذا كان على جنابة، ثم قام في الصلاة فقرأ ما تيسر معه من القرآن، واطمأن في قراءته، واطمأن في ركوعه، واعتدل، ورفع فاعتدل، واطمأن وسجد فاعتدل في سجوده وأحسن سجوده. يبقى هنا الإنسان حين يحسن في الصلاة أداها كما أمره الله سبحانه تبارك وتعالى، فتقبل منه هذه الصلاة، تقبل الصلاة. قال: فمن أداها بحقها قبلت منه، وقبل منه سائر عمله، وقبل منه سائر عمله. يبقى هنا لما يجي في الحديث الآخر أن أول ما يحاسب عليه الإنسان الصلاة، يعرف بقى هنا فائدة هذه الصلاة عشان ينظر في باقي عملك، صحح الصلاة الأول، ما صححش الصلاة مش هينظر في حاجة، ويدخل صاحبها إلى النار والعياذ بالله. فقال لنا هنا: فمن أداها بحقها الصلاة، يعني قبلت منه، وقبل منه سائر عمله. الذي يحسن في الصلاة، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى ضروري حيكون باقي العمل حسنة، فإذا لم يحسن في الصلاة باقي العمل زيها. قال: ومن ردت عليه صلاته، إذا جاء يوم القيامة قالوا له: الصلاة هذه مش مقبولة، ردت عليه، رد عليه سائر عمله، رد عليه سائر عمله. يبقى الصلاة لها تعلق بسائر العبادات،
باقي العبادات. فإذا جاء الإنسان يوم القيامة أنا الحج فلان حديت سنة كذا، أنا صمت رمضان كطيب، أنا التقف صلاتك ورينا الصلاة، ما نفعكش الصلاة خذ عملك كله وحبي على النار ولا يزول الله. فقال هنا من ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا كان الصلاة مردودة ما كانش ينتهي عن فحشاء وعن منكر، فاستحق أن ترد عليه ويرد عليه سائر عمله. من الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويقول حريث بن قويصة أنه سافر إلى المدينة ودعا ربه أن ييسر له جليسا صالحا، فربنا رزقه بأبي هريرة رضي الله عنه، جلس معه فقال حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، أول شيء. لذلك الصلاة تحتاج من الإنسان أن يتعلم كيف يصلي وأن يخلص الإخلاص. فالصلاة العلم فيها شيء والإخلاص شيء ثاني. فإذا كان يصلي عن جهل ما عرفش كيف يصلي مش هيعرف لا يركع ولا يسجد ولا يقول أذكار فيها، ما تقبلش منه صلاة. فإذا تعلم وكان صلاته للناس علشان الناس يقولوا عليه بيعرف يصلي زي صلاة الناس صوته حلو فيه كذا، يبقى ضاع الإخلاص. تشبث بالأمرين، العلم لتعمل بعلم والإخلاص لتوجه عملك لله سبحانه وتبارك وتعالى. الصلاة أهم شيء، قبلت الصلاة ينظر في باقي العمل بعين الرحمة، فالله عز وجل يرحم عباده، تقبل الصلاة فيرحمك الله سبحانه. إذا لم تقبل الصلاة لا ينظر في باقي عمل العبد. فقال هنا أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. إذا صلحت الصلاة أصابه الفلاح والنجاح الدائم، وإن فسدت هذه الصلاة فقد خاب وخسر، فقد خاب وخسر أنه لم ينظر إلى باقي عمله. قال وإن انتقص من فريضته، إذا كانت الصلاة ناقصة مطلوب منه نيجي بصلاة مداش بمية في المية من الصلاة، داب 80% من الصلاة، ب70% من الصلاة، طيب هل له أعمال أخرى من صلوات نوافل تجبر هذا النقص الذي عنده؟ فينظر. يقول الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به من تقص من الفريضة، هل في تطوع يكمل الفريضة بتاعته؟ فإذا كان كذلك نجح الإنسان، ملوش تطوع يكمل فريضة يبقى يعذب على هذا الذي انتقص منها إلا ما يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى. قال ثم يكون سائر عمله على ذلك، نفعت الصلاة ينظر في باقي العمل، لم تنفع لم ينظر في الباقي. من الأحاديث ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك، ألا تحسن صلاتك، ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي، فإنما يصلي لنفسه، فإنما يصلي لنفسه، وإني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة وجهه للقبلة عليه الصلاة والسلام، ولكن يمكنه الله عز وجل أن يرى ما وراءه. خصيصة من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه وهو في صلاته يرى الصفوف التي وراءه، كأن رجل ممن يصلون مش منتبه في صلاته، عمال يتحرك شمال ويمين، عمال مش منتبه لصلاته، ويراه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وكأن الرجل يعني ما مش واخد باله من أمر صلاته. فبعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا شايفك كل اللي بتعمله في صلاة، أنا شايفك بتعمل إيه في صلاتك هذه. فقال صلى الله عليه وسلم يا فلان ألا تحسن صلاتك، يبقى قدام الناس قال له هذا الشيء. ليه؟ لأن أفعاله الغفلة اللي هو فيها قدام الناس، واحد واقف في الصلاة وبيلعب بيعمل دقنه بيعمل في شعره بيهرج يتحرك شمال يمين حركة كل اللي حواليه واخد باله، هنا أفسد على نفسه صلاته وعطل الناس وألهاهم على الانتباه في صلاتهم. وهو الإنسان اللي بيحدث شيئا في الصلاة في صلاة الجماعة
ما بيبقاش الأمر على نفسه فقط، لا بيكون على نفسه على من جواله. تخيل واحد جنبك عمال بيصلي ويرفع صوته بالقراءة يشوش عليك ما تعرفش تقرأ، يرفع صوته بالدعاء ما تعرفش تدعو، يرفع صوته بالتسبيح ينهيك عن صلاتك. فالحدث الذي يحدثه يلهي من بجواله، لذلك استحق أن يعنف أمام الناس. فقال يا فلان باسم فلان هذا، قال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ مش تحسن تصلي أنت بتصليها؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، فإنما يصلي، لا تزر وازرة وزر أخرى. صلاتك مش لي ولا لتنساتك، لك أنت. يوم القيامة تحاسب على صلاتك أنت. يبقى هنا كونك صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم مش معنى أنه هو إمامك النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تصلي براحتك وخلاص والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك في هذا الشيء. لا، صلاتك سيسألك الله عز وجل عن صلاتك مش عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاتك أنت لم تحسن في صلاتك، لم تنتبه في صلاتك. فقال إني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم ينادي ربه، ينادي مش ينادي، مش بالدال ولكن بالجيم، فرق بين الاثنين. ينادي يرفع صوته النداء، ولكن ينادي يسر، يسر في السر بينه وبين الله عز وجل. يبقى هنا لا معنى ان انت ترفع صوتك وانت تقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب بنتي تتجوز، يا رب مش تشغل اللي حواليك، وانت انه هذا حدث في صلاتك لا تساب على ذلك، ولكنك مسيء برفع صوتك انك تزعج من بجوارك، احذر من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقوم يناجي ربه، فلينظر كيف يناجيه، كيف تناجي ربك. إنكم ترون أني لا أراكم، تفكرني مش شايفكم وأنا بصلي، إني والله لا أرى من خلف ظهري كما أرى من بين يدي صلوات الله وسلامه. يبقى هذا في الصلاة يرى الذي أمامه ويرى الذي خلفه أيضا صلوات الله وسلامه عليه. هل في الصلاة وفي غيرها؟ ما قالش في غير الصلاة، ولكن هذا كان في الصلاة فقط، إن النبي صلى الله عليه وسلم يريه الله عز وجل ما يصنع الناس من ورائه عليه الصلاة والسلام. من الأحاديث ما رواه الطبراني عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع. أول شيء يرفعه، الأمة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الخشوع وغاية في التواضع، لذلك مكنهم الله سبحانه، مكن لهم. فأول ما يرفع الخشوع الذي في القلب، يرفع الخشوع، فإذا به بدل الخشوع والإخبات والتواضع بدل بالغرور والاستكبار والأشر والبطر بأحد تانية. هذا لا يستحق من الله المعونة. لذلك كثير من الناس الذي يترك الصلاة تقول تعالى فلان صلك مش مصلي، مش ملكش دعوة، بيتكبر على مين؟ علي أنا؟ عليك أنت؟ أبدا، كأنه يتكبر على ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول بيننا وبينكم الموت، الموت بيننا وبينكم، لما يجي الموت حتشوف نتيجة هذا الغرور الذي كنت فيه. كنت تحتاج للناس يقول يا رب ارحم فلان كان بيصلي معانا، أبدا حولك ولا عمره صلى، عمره ما شفناه صلى قبل كده. مرة جاي المسجد قالوا في جنازة وبتاع، فبسأل فلان كان بيصلي ولا صلى ولا صوم، ولا صلى ولا صوم. يا ترى هيشفع له الناس حين يدعون له؟ هو ما نفعش نفسه في حياته، هو لم يصلي واستكبر على الله ولم يدخل المسجد إلا هو بسه، هنا يصلي عليه الناس لعله ينفع، لعله ينفع، ولكن يضيع انه حياته كلها كان ترك الصلاة. هنا شوفوا الحديث، الذي انتقص من صلاته يحاسب على هذا النقصان، فكيف من تركها؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فاحذر من ترك الصلاة واحذر من عقوبة ترك الصلاة. يقول هنا صلى الله عليه وسلم أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعة، حتى لا ترى فيها خاشعة. يعني دور في الناس حد خاشع، حد بيخاف من ربنا ما تلاقيه، ده بيغش وده بيزور وده بيخون وده بيكذب وده بيعمل، مهما بيخافوش من الله إلا من رحم الله سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث يقول مطرف عن أبيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء عليه الصلاة والسلام، وفي رواية كأزيز المرجل. هذا النبي الكريم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر،
كان يصلي ويبكي في صلاته، يبكي ما بيشهقش وما بيزعقش لا لا لا، في سر كاتم هذا، لدرجة ان هم سمعين الأزيز في صدره صلى الله عليه وسلم، مش في صوته مش في كلامه، لا لا، ولكن في صدره يسمعون تزييق في صدره من البكاء ومن كتمه للبكاء صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرسول الذي غفر له ذنبه عليه الصلاة والسلام. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد. في يوم بدر يقول ما فيش فينا إلا فارس واحد بس اللي معاه فرس ركب كان المقداد. ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، الله سبحانه أنزل برحمته النعاس إذ يغشيكم النعاس آمنة منه، في موطن يخاف فيه الأبطال، في موطن هم 300 وأعداهم 1000 أدهم 3 مرات، و الله سبحانه يطمئن المؤمنين بمطر ينزل من السماء يطهر أجسادهم ويطهر قلوبهم ويثبت الأرض تحت أقدامهم، ثم يلقي عليهم النوم ينام، ويبقى الواحد واقف وماسك سيفه لنفسه بينام، وهو سيف يرقع السيف من إيده، ومع ذلك يريهم الله عز وجل. مين اللي أمنكم في هذه الحال؟ آدي العدو أمامكم وأنتم نايمين، مين اللي حرسكم في هذا؟ إنه الله سبحانه تبارك وتعالى. فيقول علي رضي الله عنه: ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحيد اللي صحى صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي، يتضرع إلى ربه سبحانه وتبارك وتعالى ويصلي، وقد بشره الله سبحانه بالنصر، فلا يمنع أنه يصلي لربه ويبكي خوفا على المؤمنين وأيضا فرحا ببشارة الله سبحانه. قال: حتى أصبح وداءته البشارة من الله سبحانه. حديث أخير في الباب من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول. مسلم يتوضأ يحسن يسبغ الوضوء، يبقى هنا يصل بالماء إلى جميع مواضعه، يسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته. يعمل إيه بقى في صلاته؟ مستحضر ما يقول، ذهنه حاضر، مش لاهي، مش غافل، مش بيقول كلام ما بيفهموش، لا، ولكنه يعلم ما يقول. يبقى الكلمة اللي بتطلع عن بقه فاهم بيقول سبحان ربي الأعلى، فاهم بيقول سبحان ربي العظيم، فاهم بيقول الحمد لله رب العالمين، يفهم ويستيقن بذلك. طيب إذا خلص صلاة على هذه الحالة، قال: إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه، يعني كهذا اليوم الذي ولدت أمه عليه الذنوب، كذلك الذي يصلي هذه الصلاة يحسن فيها ولا يتلهى عنها، خرج من صلاته هذه كيوم جاء إلى الدنيا لا ذنوب عليه. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.